طبعا الكتب لهم حصة معنا، بس هالمرة عم نحكي عن كتاب مميز لشاب مميز. هو ممثل وكاتب بنفس الوقت، مالك رحباني، اللي بيدعيكم لتوقيع كتابه الأول Images A Personal Evolution of the Mind، صور تطور ذاتي لمسيرة العقل. رح نحكي أكثر مع مالك عن هالكتاب اللي رح يتم توقيعه تنين بخمسة أيلول بقصر اليونسكو. أهلا وسهلا فيك مالك عبر صوت لبنان. مرسي، أهلا وسهلا فيك. فأذن اليوم عم نحكي عن كتابك الأول. بتقول بالكتاب أنه رح نكتشف مراحل الحياة، من مرحلة الولادة للمراهقة للأبوة، لتجارب اللي منمر فيها من حزن وألم وفرح ونجاح وموت وأحلام. خبرني كيف قدرت تجمع كل هالمشاعر وكل هالمراحل بكتاب واحد وتقدر فعلا تخلي القارئ يحس فيهم. يعني هن بعتقد كلنا منمرق فيهم، يمكن ما منمرق فيهم منعيش بس منفكر فيهم. يمكن الإنسان عنده أفكار، وفي عنده أفكار سودة، في عنده أفكار بيضة فرحة. بقى يعني أنا استعملت الإيماجينيشن تبعيتي، وأنا كتير مأثر بالأفلام. بقى صرت كل ما يجيني سميتهم صور، صورة اكتب عنها. في إشي صور حلوة كتير، في إشي بتحكي مثلا عن عشاء بالعائلة نحن عنا، في إشي صارت معي وإشي ما صارت معي. يعني الواحد هو دايما بيقعد بيفكر ويجي الأفكار وبيكتب عنهم. عم نحكي عن صور حسية، يعني عم نحكي عن فوتوز، أو عم نحكي عن صور يعني كل حدا هيك بتمرق بخياله؟ هي صور بيمرقوا بخياله، وأنا سميتهم صور لأنه كتبت عنهم، لأنه أنا كنت عم شوفهم بخيالي كصور. يعني اليوم عم نحكي عن، مش عم نحكي عن كتاب رواية ولا عم نحكي عن تحليل علم نفس، عم نحكي عن شيء انت حسيت فيه وشعرت فيه كشاب، يمكن نظرتك للأمور غير عن بقية الأشخاص، وحبيت انك ترجمه بهالكتاب. نعم. كتابك مين بيستهدف مالك أكتر؟ يعني مين التارجت اللي كرمالهم عم تكتب أو كتبت هالكتاب؟ هو يعني لكل الناس. هلا في الشباب، يمكن الشباب والصبايا اكثر، اللي من عمره كمان وبسن المراهقه، لانه كله بتعرفي بيكونوا عم بيمروا بهالفتره. الانسان عم بيكبر، شو بده يعمل بالحياه؟ بيكون يمكن ايام في ناس بتكون شوي ضايعه. ليش حبيت انك تختار هيدا الموضوع تيكون اول موضوع عم تكتب عنه؟ وليه يمكن ما حبيت تترجمه بغير اطار؟ يعني انت اللي ما بيعرفك او اللي ما بيعرف أنا مع مين عم بحكي اليوم، مالك رحباني مشارك بعدة مسلسلات، ومنهم هلأ مسلسل عم نرجع نحضر الإعادة اللي هو شوارع الذل. قدر التمثيل أنه يخليك أو يدفعك أنه تكون عم تحكي، عم تكتب كتاب عن الصورة بحد ذاتها؟ يعني هذا الشيء ساعدك؟ هذا الشيء ساعدني كتير، لأنه هي كل، إذا بدك صورة، كل قصة صغيرة، كل فكرة محكية من البوينت اوف فيو، من وجهة نظر الشخص اللي عم بتصير معه. كل شخص عم بخبر عن التجربة اللي عم بتصير معه، واكيد التمثيل ساعدني كتير لانه صرت انا شوف حالي بهالقصة. وكتير فتحت لي بواب بالكتابة. كم صفحة الكتاب؟ هو 180 صفحة. واكيد اكيد يعني اول نتاج لك، قديش مبسوط فيه اليوم انه بخمسة ايلول راح يكون موجود بالمكتبات اللبنانية وكتار ناس راح يقروه؟ ان شاء الله. انا كتير مبسوط وكتير فخور. هي بلشت كلها، يعني انا وقت بلشت ما كنت عم بكتب كتاب، كنت عم بكتب فكرة صغيرة. وبعثت له اياها لبي، كتبته كله الكتاب على الايفون، على النوتس، لانه هي كلهم قصص صغيره. اوكي. فبعثت له القصه لبي، قال لي ليش ما بتكتب غير افكار؟ هي كانت اول فكره شوي سوداء زي ما بدك. فقال لي بس انه اكيد نوه. قال لي بركي بتعمل كتاب. وانا ما بحياتي انا كنت مفكر اكتب كتاب، لانه انا بكتب سيناريو، بكتب افلام ومسلسلات. حلو. بقى ومشينا فيها للفكره وخلص الكتاب بعد شي 5 أشهر تقريبا. عم نحكي عن بيك، يعني عن مروان الرحباني. نعم، مروان الرحباني. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي أتمنى لك التوفيق، وبدي أتمنى أنه المستقبل ينطرك يكون كتير حلو مثل الصور الجميلة اللي كتبت عنها. أهلا وسهلا فيك مالك الرحباني. كنا عم نحكي عن كتابك Images A Personal Evolution of the Mind، اللي راح يتوقع التنين 5 أيلول بقصر اليونسكو.